لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ السيد سابق رحمه الله: قضاء الصلاة. اتفق العلماء على أن قضاء الصلاة واجب على الناس والنائم، لما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. حديث صحيح. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثابت من وجوه عدة، رواه أبو داود وغيره. قال: والمغمى عليه لا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يدرك فيه الطهارة والدخول في الصلاة. المغمى عليه، الاختلاف فيه لتشبيهه بالمجنون الذي غلب على عقله، أو تشبيهه بالنائم، فالأكثر يميلون إلى أنه غير مكلف لزوال العقل، وهو يرجح هذا. قال: فقد روى عبد الرزاق عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة، ثم أفاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة، أي لأنه كان غير مكلف في تلك اللحظات. من دخل يعني العمليات وأخذ حقنة التخدير فهو ملحق، أو هو منزلة المغمى عليه، وكذا من كان في غيبوبة. كل هؤلاء مغمى عليهم، فإذا أفاقوا لم يقضوا كما فعل ابن عمر رضي الله عنه. وعن الجريج عن ابن طاووس عن أبيه: إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة. قال معمر: سألت الزهري عن المغمى عليه فقال: لا يقضي. وعن حماد ابن سلمة عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا: في المغمى عليه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها، يعني ما مضى، يعني وإلا فالتي أفاق ولا يزال في الوقت ما يتسع للطهارة وأداء ركعة لزمه أن يتطهر ويصليها كاملة ركعة في الوقت ويكمل الباقي بعده. وأما التارك للصلاة عمدا فمذهب الجمهور أنه يأثم وأن القضاء عليه واجب، هذا مذهب الأئمة الأربعة. يقيسون المتعمد على الناس، يقولون: إذا كان الناس والنائم يقضي فهذا بالأولى، أو على الأقل مثله. وقال ابن تيمية: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، لأن الوقت شرط في صحة الصلاة، وهذا تركه عمدا، وإنما ورد الدليل في الناس والنائم، فوقتها في حقه إذا استيقظ وإذا ذكرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو وأصحابه عن الصلاة. أما من تعمد ترك الصلاة فهذا لم يرد فيه دليل على القضاء، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، كما استدلت عائشة رضي الله عنها في أمر الحائض، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاستدلت على عدم وجوب بل عدم جواز قضاء
الصلوات قالت لمن سألتها عن قضاء الصلاة: أحرورية أنت؟ مبتدعة من الخوارج، فرقة منحرفة. استدلت على عدم القضاء بعدم الأمر، فدل ذلك على أن القضاء لا بد أن يكون فيه أمر جديد. هذا مذهب الظاهرية الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونقلوه عن طوائف من السلف. لا يشرع ولا تصح، بل يكثر من التطوع. وقد وفى ابن حزم هذه المسألة حقها من البحث، فأوردنا ما ذكره فيها ملخصا. قال: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، هذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أيضا، لكن هو ذكر ثلاثة، يقضيها بعد خروج الوقت. حتى إن مالكا وأبا حنيفة قال: من تعمد ترك صلوات، صلاة أو صلوات، فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها، إن كانت التي تعمد تركها 5 صلوات فأقل، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج. فإن كانت أكثر من 5 صلوات بدأ بالحاضرة. برهان صحة قولنا كلام ابن حزم قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل ولا لقي الغيب، كما لا ويل ولا ويل لمن أخرها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركا لها. سمري من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، من لم يدرك ركعة لم يدرك العصر. ويقول: كيف يمكن أن يدركها إذا كان قد قضاها فقد أدركها؟ يقول: فلو كان وأيضا فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضا، لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، يدخل في حين محدود ويبطر في وقت محدود. الوقت لا يبطل ينتهي، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وأنتم مجمعون على بطلان الصلاة، يعني وبين من صلاها بعد وقتها، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت. وليس هذا قياسا لأحدهما على الآخر، بل هما سواء في تعدي حدود الله تعالى. ممكن هو ده فرارا من الايه، من القياس، ممكن ده قياس صحيح، بس هو طبعا التعصب في نفي القياس. وقد قال الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يلوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة، أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها اللي هي القضاء، أهي التي أمره الله بها أم هي غيرها؟ فإن قالوا هي قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيا، لأنه أداه، لأنه قد فعل ما أمره الله تعالى، ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذا لا يقوله مسلم. وإن قالوا: ليست هي التي أمر الله تعالى بها، قلنا: صدقتم، وفي هذا كفاية، إذ أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره الله به، بما لم
بما لم يأمره الله به. ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة بعد الوقت، أطاعة هي أم معصية؟ فإن قالوا طاعة خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم المتيقن وخالفوا القرآن والسنن الثابتة، وإن قالوا هي معصية صدقوا، ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة. وأيضا فإن الله تعالى قد حدد أوقات الصلاة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل وقت صلاة منها أولا ليس ما قبله، وجعل لكل وقت صلاة منها أولا، هناك وقت أول الوقت ليس ما قبله وقتا لتأديتها، وآخرا آخر الوقت ليس ما بعده وقتا لتأديتها. هم بيقولوا طبعا الكلام ده بيقولوا نحن نمر بالقضاء وليس أداء، ذكروا شيئا يعني، ما عشان كده هو قال إيه القضاء إيجاب شرع ولا يجب إلا بيه بأمر جديد. قال وجعل وآخرا ليس ما بعده وقتا لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة، فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه الصلاة والسلام آخر وقتها معنا، ولكان لغوا من الكلام وحاشا لله من هذا. هم عشان يقولك هم بيقولوا ان دي ايه قضاء، ما بيقولوش ان دي اداء، لكن هذا تسمية اصطلاحية احنا بنسميها، لازم الشرع هو اللي يقول لنا ان ده يشرع فيه الايه القضاء. وايضا فان كل عمل علق بوقت محدود فانه لا يصح في غير وقته، ولو صح في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتا له، وهذا بين وبالله التوفيق. ثم قال بعد كلام طويل: ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمد إعناتنا بترك بيانه، وما كان ربك نسيا. يعني انتم عايزين دليل واحد يكون ايه يدل على ترك، خصوصا مع كثرة هذا الاحتمال، بس أنا مبين النائم وليه والناسي، ولم يبين لنا قط في العامد. وقوله عليه الصلاة والسلام فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، إنما قاله فيما لا آخر له. الرسول سئل عن إيه؟ عن الحج. الحج ده إذا فات هذا العام يبقى إيه؟ يؤدى في الذي بعده، وإذا مات الإنسان قضاه من إيه؟ من كان يعني من ولده، طالما أنه كان وجب عليه الحج ومات قبل أن يدرك. ويعني قضاء الصلاة بعد وقتها أشبه بمن يستدل بفقد الله فالله أحق بالقضاء أن يقضي يوم عرفة في يوم النحر أو في يوم التاسع من شهر المحرم أو صفر، فكما أن هذا لا يجوز بل لابد أن يكون في العام الذي يليه في يوم عرفة أن يحج في هذا الوقت الذي له أول وآخر، وإلا لما صح. فنقول هذا ليس في كالعبادة التي لها أول وآخر، وإنما العبادة التي لها أول وآخر لابد وأن تؤدى في هذا الوقت. فالحج إذا فات عرفة فات الحج، ولا بد أن ينتظر إلى عام آخر. فكذلك الصلاة، لأن لها وقتا محددا. أما الصوم فقد ورد فيه القضاء لمن تركه بعذر ولمن تركه بغير عذر مع الكفار، وذلك من تركه بعذر كالحائض والنفساء فإنها تؤمر بقضاء الصوم بنص الحديث، ومن تركه بغير عذر، من تركه طبعا بمرض أو من ضمن الأعذار، يعني من تركه بمرض
فعدة من أيام أخرى، أو سفر عدة من أيام أخرى، بكل الأعذار التي وردت فيه قضاء. ومن تركه متعمدا بغير عذر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمفطر عمدا في رمضان بالجماع بعد أن أمره بالكفارة، قال واقض يوما مكانه. ولذلك نقول هذا هو الأمر بالقضاء الذي فارق فيه الصوم الصلاة. نقول الأمر القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. قال وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة، لم يأتي بها القرآن ولا السنة فهي باطلة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، وتر أهله وماله، وتر فيما صار وتر فيما، في الصحيح. فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت المنسية أبدا. المنسية لا تفوت، نعم، وهذا لا إشكال فيه، والأمة مجمعة، والأمة أيضا كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح فوتها بإجماع متيقن. ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلا، فثبت يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا. نقول اللي عايز ينقلنا عن الإجماع ده هو الذي يأتي بليه بالدليل. وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وبديل العقيلي ومحمد ابن سيرين مطرف ابن عبد الله وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم. قال وما جعل الله تعالى عذرا لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه، ولا في حالة المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر. قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني حتى في شدة الخوف يبقى أثناء لم تمكن صلاة الخوف يبقى يصلي راكبا أو أو راجلا، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقال ابن عباس وفي الخوف ركعة، يبقى يصلي صلاة الخوف ركعة واحدة رباعية أو ثلاثية أو حتى الصبح يصليها إلى غير القبلة أثناء حال المسايفة. فإذا كان هذا شأن الوقت، شأن عظيم من أجله خفف بترك الركوع والسجود والقيام، وأبيح المشي وأبيح الجلوس على الدابة أن تؤدى كذلك، وأن لا يصلى إلى القبلة، ويتيمم وفقر الطهورين يصلي بغير طهور لأنه عاجز، كل ذلك في الوقت، يبقى كيف يمكن أن يدرك؟ لم يأتي إلا النوم والنسيان فقط. قال ولم يفسح الله في تأخيرها عن وقتها للمريض المدنف، يعني المصط يعني عاجز، بل أمر إن عجز عن الصلاة قائمة أنه يصلي قاعدة، فإن عجز عن القعود فعلى جنب، وبالتيمم إن عجز عن الماء، وبغير تيمم إن عجز عن التراب. فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها حتى يخرج وقتها؟ ثم أمره أن يصليها بعد الوقت، وأخبره أنها تجزئه كذلك من غير قرآن ولا سنة لا صحيحة ولا سقيمة ولا قول صاحب، يعني حد يعرف إن كان الصحابة تصريح بأنه ما أمروا ترك الصلاة بقضائها، لا يستطيع ولا قياس.
ده هذا القول ليس مخالفا للإجماع، بل قد يعني كل نقل عنهم من الصحابة دول ظاهر كلامهم ما ذكر ابن حزم، إن إلهي حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. القياس على الناس والنائم قياس في غير محله. ثم قال: وأما قولنا أنه يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر الله ويكثر من التطوع، فلقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. تكثر من الحسنات لتثقل ميزانك يوم القيامة. وأجمعت الأمة وبه وردت النصوص كلها على أن للتطوع جزءا من الخير الله أعلم بقدره، وللفريضة أيضا جزء من الخير الله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة من أن يجتمع من جزء التطوع إذا كثر ما يوالي جزء الفريضة ويزيد عليه. وقد أخبر الله تعالى أنه لا يضيع عمل عامل وأن الحسنات يذهبن السيئات. ترجيح أكثر تفصيلا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ورجح نفس ترجيح ابن حزم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلوا عمن نقل من الصحابة أيضا المنع من القضاء بظاهر كلامهم، وإن كان الجمهور على وجوب القضاء كما ذكرنا. من جهة الدليل، هذه المسألة الدليل أظهر في صف من يقول بعدم مشروعية القضاء. وجه آخر عند من لا يأمره بالقضاء هو أنه كان كافرا، وده طريقة الشيخ ابن باز وغيره، وإن كان هذه الطريقة غير سديدة. أعني أن تكفير تارك الصلاة عند من يكفره بتركها عند جماهيرهم، جماهير من يكفر، إنما يكون بأن يعرضه الإمام على السيف، أن يدعوه إلى فعلها، فإذا أبى هنا يكفرون، إذا أبى وقال اقتلوني ولا أصلي في الحالة التي يجب قتله يكفر. وأما إن تركها من غير أن يدعوه الإمام ولو صلوات كثيرة فإن عامتهم لا يكفرون إلا الأجري وطائفة قليلة رجحوا تكفيره ولو لم يعرض على يعني لم يدعوه الإمام. وهذا الأمر يعني أن الإمام يدعوه إنما يدعوه الإمام في آخر يعني أثناء الوقت وإلى أن يتضيق الوقت، فإذا ضاق عن الصلاة حتى خرج تأكدوا أنه قد تركها. لذلك هذه الطريقة ليست قوية من جهة الدليل. الله أعلم وأعلم. قال: صلاة المريض من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض يجوز له أن يصلي قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود على جنبه الأيمن، يعني يتجه بجسمه إلى القبلة كما يوضع الميت في صلاة الجنازة، يتجه هو بهذه الطريقة ولكن على جنبه الأيمن.
كأن الجسد يكون عموديا على اتجاه القبلة والرأس في ناحية اليمين يكون على جنبه الأيمن حتى يتوجه بوجهه إلى القبلة بهذه الطريقة. يومئ أي برأسه بالركوع والسجود، وإذا عجز أن يكون على جنب صلى على أن يصلي في اتجاه القبلة جعل رجلاه مما يلي القبلة ورأسه مؤخرا عنها ليكون بوجهه متجها إلى القبلة إذا ارتفع قليلا، إذا أمكن أن يرتفع قليلا. وإذا لم يمكن صلى على أي حال. قال الله تعالى يقول ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لقول الله عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وعن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه الجماعة إلا مسلما. وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن جابر قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. حديث ضعيف مرفوعا، رجح أبو حاتم وقفه، رواه البيهقي. إنه يحط حاجة قدامه عشان يسجد عليها، لا هذا الذي لا يعني لا يشرع، بل يسجد على الأرض فإن استطع فيومي. والذي يظهر أن إذا أمكن أن يركع جالسا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في النفل جالسا، وهذا يقتضي انحناء الظهر وليس فقط الإيماء أثناء الجلوس. فالظاهر أنه يفعل لعموم فاتقوا الله ما استطعتم، فهو يستطيع أن يركع من جلوس، وسمي ركوع من جلوس كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعتبر في عدم الاستطاعة والمشقة أو خوف زيادة المرض أو بطئه أو خوف دوران الرأس. وصفة الجلوس الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعا. فعن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم والشيخ الألباني. ويجوز أن يجلس كجلوس التشهد. طب هل يجوز أن يجلس على كرسي؟ نعم، فإنه جلوس، خصوصا إذا كان تمكن من القيام، فإذا احتاج إلى القعود قعد. ويجوز. قال وأما صفة صلاة من عجز عن القيام والقعود فقيل يصلي على جنبه فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، واختار هذا ابن المنذر. ورد في ذلك حديث ضعيف عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح من عموم فاتقوا الله ما استطعتم. وقال قوم يصلي كيفما تيسر. نقول هذا بعد هذه الكيفيات. وظاهر الحديث أنه إذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك. الذي يجب عليه أن ينوي أنه يركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد، ينوي ذلك ويؤدي الأركان القولية
بهذه العبادة وبالتالي تصح صلاته بهذا، فلا تترك الصلاة بحال من الأحوال. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.